أيام قليلة تفصل منتخبنا الوطني عن مباراتيه الأهم هذا الموسم، حينما يلتقي مع السنغال ذهاباً وإياباً في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 يومي 25 و29 من مارس. مواجهتان منتخب هما الشغل الشاغل بالنسبة للجماهير المصرية التي تمني نفسها برؤية منتخب بلادها في المونديال للمرة الثانية على التوالي، في حدث تشهده الكرة المصرية للمرة الأولى في تاريخها. الظروف التي تسبق مواجهتي السنغال ليست على ما يرام، فالزمالك ودع دوري أبطال إفريقيا من مرحلة المجموعات بنتائج سلبية، وكذلك الأهلي يقدم نتائج غير جيدة في البطولة الإفريقية، ناهيك عن تذبذب مستوى الدوري منذ العودة بعد التوقف بسبب كأس الأمم الإفريقية. إلا أن كل ذلك لن يزيد المصريين إلا إصراراً على تحقيق الهدف الأسمى بالتواجد في قطر نهاية العام الجاري. ويحل محمد صديق نجم الأهلي والزمالك الأسبق ضيفاً على كريم رمزي للحديث عن مواجهتي السنغال ومدى تأثير نتائج الأندية المصرية في البطولات الإفريقية على استعدادات الفراعنة، وكذلك رأيه في مستوى الدوليين قبل المواجهتين الحاسمتين وتعليقه على تجديد عقد موسيمان مع الأهلي وتوقعاته لمستقبل الزمالك مع فيريرا، بالإضافة إلى غيرها من الأسئلة التي يجيب عنها صديق في رقم 10.